معنا من دبي استشاري أمراض الأعصاب الدكتور هشام الحكيم. صبحك الله بالخير يا دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. دكتور، يعني الصداع النصفي من أكثر الأمور اللي يعني مساكين الناس اللي بيعانوا من الصداع النصفي فعلا بيعانوا، المسكنات ما بتنفع، أحيانا ما يعرف الشخص إيش الأمور المحفزة لهذا الصداع. بس السؤال يمكن اللي يتوارد إلى ذهن أي شخص، في الصداع العادي وفي الصداع النصفي، ايش الفرق؟ ايش اللي يخلي هذا الصداع يصيب نصف الراس فقط؟ صباح الخير، شكرا على الاستضافه. وسؤال هو فعلا اهم سؤال في الحلقه. اولا بحب ابشر المستمعين ان الصداع هو مرض علاجه ناجع، ممكن السيطره عليه والانسان يعيش حياه طبيعيه. حاليا عندنا علاجات متقدمه ممكن تسيطر على كل انواع الصداع. الجواب على سؤالك هو فعلا سؤال مهم، هو التمييز بين الصداع النصفي والصداع غير العام. لانه الصداع العام اللي المرضى بيحكوا فيه هو صداع اشيع بكثير من الصداع النصفي. من انواع الصداع اللي ممكن يسبب هو صداع يسموه شد الرقبه، يسموه تنشن هيريك، ياتي بسبب تقلص العضلات في الرقبه، يضغط على العصب في الاوكسيبيتال نيرف، بيجي يضغط على المنطقه الطرف من الوجه ونفس خلف العين. الالم يكون شديد، قد يكون نابض، ممكن ياثر على حساسيه حتى في الضوء. وهذا صداع مو نصفي، هذا صداع اسمه اوكسيبيتال نيرف، علاجه مختلف طبعا عن علاج الصداع النصفي. هذا بنشاهده اكثر الناس اللي بيعملوا عمل مكتبي على الكمبيوتر، عند السيدات اللي بيعملوا تكسين كثير رأسه لتحت، فسموه حاليا سموه تكس نيك. هذا اسم جديد للمرأة اللي بيبدوا رأسهم وبيعملوا تكسين كثير. طب دكتور، احنا بنتكلم عن اسباب، ولكن الاسباب نفسها اللي تصيب الشخص اللي بيصدع مثلا دائما صداع عادي نفسها تصيب الشخص اللي يعاني من الصداع النصفي؟ نعم، هو طبعا الصداع النصفي له تريجرز مثل ما حضرتك حكيت، المحفزات. فالمحفزات هي لا شك التنشن اللي يصير خلال حياه الانسان العمليه، بالاضافه الى قله النوم كمان، هذا هو مؤثر. سامعني يا دكتور؟ دكتور أظن فصل الخط عندك، ننتظر عودة الاتصال معك عشان نتعرف أكثر على بعض التفاصيل. لأنه مثل ما ذكرت أنت، قلت أنه في علاج، ومثل ما هو يمكن متعارف عليه ناس كثير تقول من اللي بيعانوا منه ما في علاج، ما بيأخذوا مسكنات، في أوقات كثير ما بتتحسن حالتهم، وأيضا يعني في ناس بأثناء النوم بتسحب تكون وضعها أحسن، لكن هي المشكلة كيف الواحد يقدر ينام أصلا وهو مصدع. يعني من يعاني الصداع النصفي الله يكون في عونه، وإحنا نقول ياريت ترجع الاتصال معنا. معنا يا دكتور؟ كويسك، أهلا وسهلا دكتور. دكتور هشام؟ نعم تسمعنا؟ ها طيب، طيب ما في مشكلة. طيب نكمل دكتور، قلنا الضوء، استخدام الموبايل لفترة طويلة، يمكن الشاشة المكتبية، لكن في ناس حتى الضوء العادي، ضوء الغرفة بيأثر عليهم، بيزيد حالتهم سوء. كيف الضوء أصلا بيضايق الشخص اللي ذي الدرجة؟ ليش؟ لا شك هو يعني اختلال هرموني في الدماغ، فهذا بسموه تريجرز. التريجرز ممكن يكون ضوء، ممكن يكون صوت، ممكن اطعمه مثل ما ذكرتي. هذه بتاثر على بتاثر على الهرمونات في الدماغ، فبتعمل تريجرز. التريجرز تكون هي عند ناس معينين، هي لانه هي الى صيغه وراثيه، فبالتالي المريض ممكن عنده حساسيه لهذا الشيء. دقيقه يا دكتور، لحظه يا دكتور، نتوقف عند اطعمه شويه، اول مره اسمع فيها. ايش الاطعمه اللي تسبب صداع نصفي؟ طبعاً. تحفز ايش؟ نعم طبعا، اطعمه مثل اطعمه الشيء الاجبان،
الأجبان كثير معروفة في منها، خاصة هذا الإيج هذا القديم. الأكل الصيني كثير معروف إنه ممكن يعمل الأكل صباح. الصيني أول مرة أسمع نعم هذه جدا. المعلومة يا دكتور صراحة. لا الأجبان اللي يعني مخمرة بنسميها البلو تشيز مثلا، أيوة. الأطعمة تبع التشاينيز فود فيري كومن تشاينيز فود. طبعا بعض المشروبات الكحولية الواين ريد واين كمان ممكن تسبب صداع، فهذه كلها ممكن يسموها تريجرز مثل تفضلي محفزات، بيكون عند الانسان حساسيه زايده لهذه الاشياء فتريجر هذه النوبات في الدماغ، فبصير عمل بروباجيشن اوف ذا سيجنال، بصير عنده هالاعراض هي الثرابينج البين الغثيان الاقياء، هذه كل الاشياء بتصير عند المريض اللي بصير عنده نوبات الصداع. هذه طيب. المحفزات دكتور تكلمنا عن الأطعمة، تكلمنا على الضوء، نتكلم على الصوت قبل ما نشوف الحل. الصوت إيش مشكلة العلاج النصفي مع الصوت؟ نعم، هلا لا شك هو العلاج هو المهم. نحن للمريض رقم واحد نعرف شو هو المحفزات تبع المريض، فنحن بنطلب من المريض أولا إنه وتصير عنده نوبات يحاول يشوف شو هو المحفزات اللي حصله، يشوف العامل اللي اشتغل فيها يحاول يبتعد عنها، لانه هي نقطه مهمه المريض لازم يعملها، بسموها احنا بنسموها هيديك دايل، فهذه جدا مهمه تعطينا حاله المريض المحفزات تبع الهيديك تبعه حتى يمكن السيطره عليها، فهذه رقم واحد في العلاج. يعني غريبه انه الاطعمه معروفه انه كثير بتسبب الصداع عن الناس اللي عندها صداع بيعرفوا هذا الشيء. لا شك على فكره قله النوم وهذا الشيء كثير غير ملاحظ بيعمل كمان تريجر محفز كثير للصداع. فأكثر الناس عنده اضطرابات في النوم، عند الإنسومنيا نوم غير عميق، فهذا نفسه بسبب تريجر. في ناس مصدعين عنده صداع غثيان، وهذا صداع يعني أحيانا صعب السيطرة عليه لأنه بيكون فول بلون بنسميه. فهذا كمان لازم. طيب الدكتور في أنواع للصداع النصفي؟ يوجد له أنواع مختلفة ولا هو صداع نصفي وخلاص؟ نعم. نوع واحد؟ لا نعم، صداع نصفي هو له عدة أنواع. في صداع نصفي يعني بنسموه نحن إبسادي، بيجي مثلا مرة أو مرتين في الشهر، فهذا بنسميه صداع نصفي كلاسيكي. هلا في ناس بيجيون كلاستر أوف هيديك، كلاستر أوف صداع، بيجي هجمات صداع يعني متتالية، ممكن تجي خلال أسبوع أسبوعين هجمات صداع متتالية، وهذا هو الصداع بسموه الكلاستر. هذيك في عندنا صداع الكرونيك بسموه الكرونيك مايجرين، هذا عبارة عن صداع نصفي مزمن، فهذا بصير كل يوم، بصير عنده حوالي 10 15 يوم 20 يوم صداع في الشهر، فهذا اسمه الكرونيك مايجرين هذيك. فهذا انواع الصداع الموجودة عندنا، وكل واحد له علاج شوي مختلف عن الثاني. طب دكتور بالنسبة لأعمار يعني إحنا قلنا الأكثر عرضة مثلا الناس اللي بتقعد على الموبايل كثير، على شاشات التلفزيون كثير، اللي عندهم اضطرابات في النوم، بس الآن كل الناس عندهم شاشات موبايل أو عندهم جوالات قاعدين من المراهقين أو من الأطفال إلى الأكبر سنا، هل ممكن يصيب يعني مراهقين ولا يصيب أطفال ولا في أعمار محددة؟ هلا يصير الإنسان عنده مايجرين بسبب مثلا الضوء، هذا يكون عنده استعداد لهذا الشيء. يعني كيف يعني يكون عنده استعداد جيني وراثي، معناته كيف؟ فهذا الانسان اللي عنده استعداد وراثي للمايجرين فبصير عنده هذه الاشياء هي المحفزات ممكن تسبب هذا الصداع. هلا كثير ناس بتفضلتي على الشاشات والتلفزيونات والاضاءه ما بصير عندهم مشكله لانه ما في عندهم استعداد جيني وراثي، فهذه فئه من الناس عندهم استعداد وراثي. ايوه دكتور طالما ما في حل يعني حل قاطع كذا، ما في دواء الواحد ياخذه لعلاج الصداع النصفي، على الاقل كيف نقدر نتحكم بنوبات الصداع النصفي؟ اوكي خليني احكي انه اولا في حل وفي علاج وعلاج ناجح. طب قول لنا يا دكتور. ما بدنا نثبت الناس اللي عندهم صداع. طيب انا بالعكس انا جاي بمعلومات جيده حتى نسيطر على الصداع. اولا الصداع مثل ما حكينا تجنب المثيرات. رقم اثنين وتجي الحاله الحاده استعمل ميديكيشن اسمها تريبتان، هي تريبتان كثير افكتيف وصار لها حوالي 30 سنه 20 سنه في السوق، في منها حبوب وفي منها حقن وكثير فعاله في ايقاف الهجمه. هذه هي يجب ان ناخذها بطريقه باكره، اول الهجمه ناخذها
عند الحدوث الحالي بسمونه احنا عندنا warning sign احيانا، فبنقول للمريض ياخذها باكرا، رقم واحد. رقم اثنين بس دكتور تعيد اسمها لو سمحت. هي يسموها triptan medication، ايمتريكس، زوميك، ايميجران. هالميديكيشن هي مجموعه بسموها تريبتان، عباره عن مجموعه في حوالي 10 انواع منها موجوده كلها في دبي واليو اي، بتعالج الحاله الحاده. ايوه هي بنستعملها عند الحاله الحاده، وبنستعملها مع اضافه مع البروفين بتكون فعاله اكثر، بس لازم نستعملها باكره. ممتاز، هذا نقطه مهمه. ممتاز. هلا الشيء الثاني، اذا المريض صار عنده هجمات متعدده خلال الشهر، 4 5 6 هجمات وما سيطر عليها منيح واثرت على حياته، نعطي شيء اسمه preventive therapy، يعني ادويه مانعه للصداع. منها الاندورال اللي بنستعمله دواء قلبي، بنعطيه للمريض في دواء اسمه دبكول، بنستعمله للصرع، بيساعد كثير في السيطره على هجمات المايجرين، او هو هذا شوي مشكلته بيسبب زياده الوزن. بس في توباماكس هو كمان دواء بنستعمله للصرع، بس استعمل للصداع بشكل فعال وبيخفف الوزن، السيدات كثير بيحبوا هذا الدواء. اوه عز الطلب. هذا اكثر دواء بيحبوه السيدات هو البوتوكس. هلا البوتوكس هو علاج ناجع للصداع الشقيقه المزمنه، فهذه نعطيها حقن في مناطق الوجه، في مناطق الرقبه، نعطي بالمنطقتين، فعالة مدة حوالي عدة أشهر، 6 أشهر لـ 8 أشهر. ممتاز. الإنسان بيكون صداع خالي من الصداع. ممتاز. فهذا فعال جدا وبيعطي نتيجة إضافية، وبنفس الوقت للسيدات بتلاقوا شكلهم صاروا طبعا أفضل وأحلى وابتسامة أجمل ومشدود وجميل أكثر. شكرا جزيلا لك يا دكتور. أتمنى من كل مشاهدينا اللي يعانوا من الصداع النصفي، أول شيء ألف سلامة عليهم، ثانيا أتمنى يكونوا كتبوا كل الأدوية وطبعا يستشيروا طبيبهم، كل واحد طبعا أكيد عنده حالة مختلفة، لكن شكرا لك لكل هذه المعلومات يا دكتور. معلش اذكر دواء جديد احدث جديد لازم اذكره، اسمه كالسيتون انجليتد بيبتايد، هذا حقن في البطن مره في الشهر، هذا احدث شيء خلال هذه السنتين الماضيين، هذا دواء ناجع وموجود عندنا بيأثر بشكل فعال لمنع الصداع ابره مره في الشهر. ألف شكر لك يا دكتور. اكتبوا كل أسماء الأدوية يا جماعة أو شوفونا على البث المباشر، أكيد بتستفيدوا. ألف سلام عليكم جميعا. شكرا جزيلا لك يا دكتور من دبي، استشاري أمراض الأعصاب الدكتور هشام الحكيم، نورتنا يا دكتور. ألف شكر. شكرا لك. شكرا لطفي. تحياتي لك.